بسم الله، السلام عليكم. عندنا لكم هاد الدار، هادي كتواجد بين دار بوعزه و سيدي رحال. عندنا فيها ار بلس 2 السفلي برومي دوزيام و السطح. كما كتشوفوا معايا صالون كبير، هاد السفلي هذا فيه الكراج ايضا. ما شاء الله الدار مصلوحه، الموقع ديالها جد ممتاز. الضوايا هنا، عندنا صالون كبير كما قلت لكم، المراح ما شاء الله، كوزينة، كراج، مساحة ديال السفلي 96 متر. على بركة الله نشوف الطابق الأول. عندنا صالون، المساحة ديال الطابق 104 الأمتار، كوزينة، البالكون، صال دو بان كبيرة، الدار مصلوحة ما شاء الله، موقع بين دار بوعزة و سيدي رحال، ار بليس دو. الصالون الثاني، مساحة ديال الطابق الأول كما قلت لكم 104 الأمتار. على بركة الله غنشوفو دابا الطابق الثاني، مساحة 104 الأمتار. كنلقاو هنا صال دو بان كبيرة ما شاء الله، ار بليس دو، السفلي بلومي دوزيام. ثمن اعزائي المشاهدين قابل للتفاوض. هنا عندنا الغرفة الاولى، عندنا ثلاثة الغرف، وحدة بالبالكون، دار مصلوحة ما شاء الله. اذا بقى لينا السطح، كنلقاو واحد لاسباس بني، صالون كبير مفتوح على السطح. ثمن اعزائي المشاهدين ديال هذا المنزل، هذا هو 168 مليون قابلة للتفاوض. المنزل كيتواجد بين دار بوعزة و سيدي رحال، سفلي برومي دوزيام، و السطح بني حتى هو. الى اللقاء والسلام عليكم.